إخوانة الدولة مصطلح من أيام حسني مبارك، بس بتتغير. البعض إقصاء الإخوان، فالبعض يريد إقصاء الإخوان أيام حسني مبارك وإقصاء الإخوان بعد الصف. وأتصور أن الشعب المصري رفض هذا الأمر. الشعب المصري عايز كفاح، الشعب المصري عايز اللي يخدمه، الشعب المصري عايز اللي يتفاعل معاه. فاللي يتظاهر ليس منا نقول له تظاهر، لكن ده حقه له وحق لنا وحق لكل المصريين. انت زعلناه كمصريين حق التظاهر السلمي، احنا انتزعناه بصورتنا اللي احنا كلنا شاركنا فيه. وحديث بعض النشطاء عن اسقاط النظام، اتصور نتعامل بديمقراطيه. النظام جاب صندوق انتخاب ونرحب دائما بنتيجه صندوق الانتخاب. والله الشارع موجود والمصريين موجودين، والمصريين ما لهمش وصايه، والانتخابات جايه، وكل واحد بصندوق الانتخاب احنا نرحب بنتيجه.